رجاء حار لكل متابعي القناة تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وسيتم تثبيت أحلى التعليقات وتمييزها بالقلوب. قررت الفنانة حلا شيحة العودة للتمثيل مرة أخرى بعد قرارها اعتزال الفن خلال السنوات الماضية وارتدائها الحجاب وتكوين أسرتها الصغيرة. وعبرت حلا شيحة في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء 8 أغسطس 2018 عن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل أفكار تنتصر للإنسانية، مؤكدة أن هذا ما شجعها عليه زوجها الكندي. وذكرت أنها تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لأنها ستعود إلى تقديم ما تحب من أعمال مؤثرة في الوجدان مثل أعمالها السابقة. وكانت حلا اعتزلت التمثيل منذ 12 عاماً بعد تقديمها فيلم كامل الأوصاف عام 2006 مع الفنان الراحل عامر منيب، وذلك بعد مشاركتها في العديد من الأفلام الناجحة منها السلم والتعبان وسحر العيون واللمبي، كما اختارها عادل إمام في بطولة فيلم عريس من جهة أمنية. حالة شيحة معروفة طبعا. من ناحية أخرى، نشر طبيب الأسنان محمد عماد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنانة حالة شيحة بدون نقاب بصحبة أختها الفنانة هنا شيحة. ديت هنا شيحة وحالة شيحة بالحجاب، وده الدكتور بتاع الأسنان بتاعها. وعلق محمد عماد على الصورة قائلا: لما أبقى دكتور هنا وحالة شيحة تبقى دي أحلى حاجة في الدنيا. ده البوست اللي بعته على الفيسبوك: لما أبقى دكتور هنا وحالة تبقى دي أحلى حاجة في الدنيا. وكانت قد ارتدت الفنانة حالة شيحة النقاب واختفت عن أي أعمال فنية، وسافرت خارج مصر مع زوجها بعيدا عن الفن والأضواء. هنشوف بقى حالة شيحة مع إخواتها رشا شيحة وهنا شيحة ومايا شيحة، كل واحدة قصة حياتها ايه. حالة شيحة ولدت في الإسكندرية 23 فبراير 1979، ممثلة مصرية من أم لبنانية، ولها 3 شقيقات هم رشا وهنا شيحة ومايا، وهي ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة. حالة شيحة في فيلم من أفلامه. هنا رشا شيحة وهنا شيحة وحالة شيحة. كان أول مسلسل لها مع الفنان حسين فهمي كلمات، كان فيلم ليه خلتني أحبك هو أول أفلامها، ثم بعد ذلك السلم والتعبان، ثم الليمبي الذي حقق نجاحا كبيرا، وعملت في فيلم عريس من جهة أمنية، ثم ارتدت الحجاب وظهرت بالحجاب مع الفنان عامر منيب في فيلم كامل الأوصاف، وتزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل، ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق. ده الزوج الأول ليها هاني عادل، كانت فرقة وسط البلد، ودي صور لما كان بيلبسها الشبكة. ده الزوج الأول ليها، للأسف تم الطلاق. بعد ذلك أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات، وهي تقيم مع زوجها حاليا في الإسكندرية. ده الزوج الثاني الكندي أجنبي. هم حاليا في الإسكندرية عايشين. كما ذكرت تقارير صحفية في مايو 2014 أنها بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه عدد من الدروس بلا مقابل مادي. حالة شيحة تتحول لداعية إسلامية بعد التزوج بكندي إيطالي الجنسية.
لي صور متفرقة ليها بالحجاب. هنا اللي على اليمين هاني عادل الزوج الأول، وعلى الشمال الزوج الثاني الكندي، وهي حالة شيحة في النص. هذا وقد تبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور حديثة للسيدة رشا شيحة التي ظهرت كموديل في فيديو كليب لسه بتسألي للفنان هاني شاكر. عندما ترى صور رشا شيحة الحديثة تشعر أن الزمن وقف عندها منذ تصوير كليب لسه بتسألي لهاني شاكر قبل 14 سنة، وتحديدا عام 2001. أنا حالة شيحة ورشا شيحة وهنا شيحة. فيهم شبه كبير طبعا من بعض. وأسيبكم مع الفيديو تكملوه مع موسيقى هادية قصة حياة كل واحدة منهم، وفيهم من ارتدت الحجاب برضو.